عن ضبط النفس. الحكيم بيقول ضابط نفسه خير ممن يحكم مدينة. اللي بيقدر يحكم نفسه أحسن من اللي بيحكم مدينة. يعني يحكم نفسه؟ يعني لا يعطي نفسه كل ما تريد، مش كل حاجة عايزها ينفذها. والسيد المسيح بيقول من يبغض نفسه من أجلي، وبيقول من أضاع نفسه من أجلي يجدها. ضبط النفس يحتاج إلى أمور كثيرة، منها ضبط اللسان، ومنها ضبط الفكر، ومنها ضبط القلب من جهة ضبط الرغبات والشهوات، ضبط البطن من جهة الأكل. أولا ضبط اللسان، لا تتكلم بكل ما يأتي على فكرك من كلام، توزن كل كلمة قبل ما تقولها عشان تبقى بتضبط لسانك، لأن الكلمة اللي بتخرج من فمك لا ترجع إليك مهما اعتذرت عنها ومهما حاولت تصلحها. الناس هيقولوا انت قلت كذا ويمسكوها عليك. زي ما تضبط لسانك تضبط فكرك. مش كل فكر يجيلك تمشي معاه، وخصوصا الافكار الخاطئه. الشيطان ممكن يلقي لك فكر بسيط ويسيبك، تاخد الفكر وتستأنس بيه وتستريح ليه وتكبر فيه وتصبح بيه وتنام بيه وتمشي بيه وتروح بيه، وتلاقي الفكر شغال 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 شغال. علشان تضبط فكرك لازم تضبط حواسك. ضبط الحواس، ما تسمعه بيجيب لك أفكار، ما تنظره بيجيب لك أفكار، ما تلمسه بيجيب لك أفكار. تضبط لسانك، تضبط فكرك، تضبط حواسك. ضبط البطن من جهة الأكل، لا تسمح لنفسك إن كل حاجة شهية لازم تأكل منها. خلي برضو عندك أوقات يكون حاجة شهية وما تقربش عليها، وتكون تحب الصنف الفلاني وتقول بلاش اشتريه، وإن حد عرض عليك تأخذ شيء بسيط، نوع من الضبط. إذا الإنسان لم يضبط شهوة البطن تجيله شهوات أخرى أصعب، وهي من شهوات الجسد. يبص يلاقي نفسه خلاص ما هو بقى غير منضبط. الذي يريد أن يضبط نفسه يضبط نفسه أيضا من جهة الغضب، لا يجعل الغضب يتحرك فيه. وإن تحرك الغضب في قلبه أو في فكره ما يخليش الغضب يتحرك إلى لسانه ويلفظ ألفاظ غضب. وإذا الغضب تحرك إلى لسانه ما يخليش الغضب يصل إلى إيده يضرب يهين يقتل. لا تجعل الغضب يتحرك فيك، وإن تحرك اوقفه في كل مرحلة ولا تجعله ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أسوأ. ساعات بشبه الحرية المنضبطة بالنهر الذي له شاطئان. الشاطئان مش بيحدوا حرية النهر، دول بيضبطوا مياه النهر لكي لا تنسكب يمينا ولا شمالا. لكن مية تمشي على كيفها وتترمي يمين وتترمي شمال وتغرق يمين وتغرق شمال، دي مياه منضبطة. دي اضبط نفسك كلما تفكر أن تستخدم قوة. نبيل هو الإنسان الذي في يده قوة ولا يستخدمها، أو في يده سلطة ولا يستخدمها، إلا حينما يضطر إلى ذلك من أجل ربنا. اضبط نفسك من جهة الوقت، فلا يضيع وقتك عبثا. ونظم وقتك واضبطه، بتستخدمه ازاي. اضبط نفسك في كل خصومة، في كل نزاع، في كل صدام مع كل احد. اجعل لتصرفاتك حدودا لا تتخطاها ولا تتعداها. اضبط نفسك ايضا كلما ارادت نفسك انها ترتفع او تحب الكرامة او تحب العظمة. كن منضبطا في اخذك وفي عطائك، ولتحب العطاء اكثر من الاخذ. وان اردت ان تأخذ خذ الى حدود.
إذا لم يستطع الإنسان أن ينضبط داخليا يجي له انضباط من الخارج غصب عنه كده. طب ما تخليك أنت منضبط بإرادتك أحسن ما تنضبط غصب عنك. في إنسان لا يستطيع أن ينضبط بنيته بإرادته فيضبطه القانون، يضبطه النظام العام. في إنسان ما ينضبطش بإرادته يضبطه التأديب. لكي تصل إلى هذا الانضباط يلزمك أيضا التغصب والتدريب الروحية. تأخذ بالتغصب والتدريب الروحية تصل إلى تقوية الإرادة، وإذا قويت الإرادة تقدر تضبط نفسك. وحاول إنك تقول لنفسك لا وتنجح في كلمة لا، تقول لنفسك لا وتنجح في كلمة لا. ومش كل حاجة تعوزها تعملها، قل أنا سأقف لأقاوم نفسي بدلا من أن يقاومني الله، بدلا من أن يقاومني المجتمع، بدلا من أن يقاومني القانون. حاول انك انت تضبط نفسك وتبقى نفسك في ايدك، ولو تتعب شوية زي انسان بيشرب سجاير لازم يضبط نفسه، يقول تعبان ومش قادر، نقول له احتمل التعب شوية لغاية لما تقدر تمسك نفسك، بعد كده ما تكونش عبد للسجارة وتقدر تتخلص منها. وهكذا ايضا اي عادة من العادات الخاطئة الواحد لازم يضبط نفسه، يسيطر عليها، يقاوم، ولو يتعب ولو يتضايق ولو يشعر بالحرمان ولو يبقى تعبان ليكن. كل حاجة في الدنيا تحتاج إلى ضوابط، من غير ضوابط ما تنفعش. زي عربية تمشي من غير فرامل تعمل لها حادثة، لابد توجد فرامل وقت اللزوم يوقف يوقف. حتى بوتاجاز في البيت ان ما كانش ليه ضابط البيت يتحرق، لابد كل حاجه ليها ضابط. حتى الصوت بيكون ليه ضابط يوطوه ويعلوه. كذلك الانسان يحتاج الى ضوابط في حياته. العسكريه بالذات فيها ضوابط عشان تبقى هيئه منظمه تمشي بكل ترتيب تؤدي عملها. في الرهبان ايضا يتعلم الانضباط، يبقى ماشي ليس حسب هواه، في اب روحي بيربط له حياته في كل شيء. ومن الداخل ربنا اوجد الضمير كضابط للانسان، واوجد العقل كضابط للانسان، واوجد الاراده كضابط للانسان، واوجد الخوف كضابط الإنسان. الإنسان ممكن أن يوجد لنفسه ضابطا داخليا بالحزم. فضيلة الحزم في حياة الإنسان، يكون إنسان حازم، هيعمل كده يعني كده، ما يعملش كده يعني ما يعملش. ممكن أن الإنسان يوجد ضابط لنفسه بالتدريب الروحية والحزم في تنفيذ التدريب الروحي. إنسان يلاقي نفسه بتنحرف وبتغلط يعاقب نفسه، ما هو الصوم وسيلة من ضبط النفس، إن يقول لا مش واكل من ده وينفذ إنه مش واكل، لا ما كلش دلوقتي وينفذ إنه ما يكلش دلوقتي. الذي يسلك حسب هواه يضيع نفسه، الذي يعطي نفسه كل ما تريد بيضيع نفسه. هو الناس اللي بيضيعوا في العادات الشريرة إن بيعطي نفسه كل ما تهواه. الناس اللي بيصلوا للإدمان بيعطي نفسه كل ما تهواه. الإنسان لما يضبط نفسه ويسلك في الضوابط اللازمة يبتدي يشعر إنه داخل من الباب الضيق. الباب الضيق اللي هو الضغط على النفس. والمسيح قال لابد إنك أنت تدخل من الباب الضيق. عايز تمشي على مزاجك اهو ده الباب الواسع اللي يؤدي للهلاك، وكثيرون دخلوا منه وهلك. لكن ادخل من الباب الضيق. هذا الفرق بين الانسان البار والانسان الخاطئ. الانسان البار بيقيم ضوابط نفسه،